للحديث بشكل أكبر عن هذا الموضوع ينضم لنا أخصائي هيئة البورد الأمريكي في الأمراض العصبية دكتور هشام الحكيم، حياك الله معنا في MBC في أسبوع. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، نورنا دكتور. تحياتي دكتور. في البداية أنا بدي أسمع منك يعني إيش تشخيص هذا الموضوع؟ احنا ما نتكلم الان عن النسيان الحقيقي والواقعي اللي فعلا يعني يعد مؤشر خطر، لا، نسيان الامور البسيطه في حياتنا اليوميه، هل هو فعلا موضوع خطير ولا موضوع طبيعي؟ لا شك الدماغ اولا آلة معقده جدا، يعني في عندنا حوالي 1 بليون سيل بالدماغ، والدماغ دائما بحالة متجددة. وبنفس الوقت الذاكرة هي نوعين، ذاكرة قصيرة الأمد اللي أكثر المشاهدين كانوا عم يحكوا عنها، وذاكرة طويلة الأمد. ذاكرة قصيرة الأمد نحن بالعادة يوميا نتعرض لمعلومات هائلة يوميا، أولا مشاهدات عن طريق الرؤية، السمع، الأخبار، التذوق، الإحساس، الشم، كلها هي ذاكرة. فبتدخل إلى الدماغ، والدماغ وزنه 1.3 كيلوغرام عند الرجال، عند النساء 1.2 كيلوغرام. هذه معلومة قوية. لا أخف. أثقل في الوزن. لا أثقل. أثقل ولا أثقل؟ الرجال عقله مثقل. أثقل يا. النساء عقله مخف في الوزن. هذه معلومة مش. طب ومين قال لك إنه هذا شيء إيجابي؟ مين قال لك؟ مو دائما يقول لك مخه ثقيل يا أخي. المهم نكمل تفضل. أذرنا. فهذه المعلومات اللي عم تجينا يوميا تدخل على الدماغ. فنحن عم ناخذها مثل حاليا انا كل شيء موجود عم يتسجل عندي في الدماغ، فيوميا نحن عم ناخذ 24 ساعه معلومات تتخزن في الدماغ. هذه الخزان بسموها المعلومات بتدخل على الشورت تيرم ميموري. هلا بتدخل على اللونج تيرم ميموري بالاميجدلا، هي خلال بعد فتره النوم اكثر شيء مهم في تحويل الشورت تيرم ميموري ان لونج تيرم ميموري. فهذه الذاكره هلا عم يحكوا الأكثر المشاهدين كانوا على الشورت تيرم ميموري الناس، بس لا شك الدماغ إذا نحن استعملنا بطريقة ديناميكية بتصير الذاكرة قوية. أن أكثر الناس استعملوا دماغهم حوالي 20% فقط، فبالتالي حياتنا الروتينية تستعمل بحاجة لجزء بسيط من الدماغ. طيب. إذا نحن ما حسننا مثل ما بقولوا السيركتري، حيث أنه الدماغ فيه ديناميكية، فكل مشكلة الذاكرة هي ما في تشانل إضافية يقدر الإنسان يستعملها حتى يستعيد الفكرة أو النقطة اللي لازم يتذكرها سواء بالشماعات أو بال طيب دكتور هشام، هل في أي مثلا خط فاصل أو شعرة كذا تفصل ما بين النسيان العادي، لأن مثلا والله أنا مخي مشغول في أشياء قاعد أفكر فيها، عندي كثير تاسكس قاعد أسويها، وبين الشيء اللي ألارمينج أو ممكن يكون يعني دق ناقوس الخطر زي ما يقول، أنه لازم أنتبه وأروح أراجع؟ هلأ كنا ممكن ننسى لا شك، يعني هذا شيء طبيعي، بس إذا كان كثير متكرر وكان أحيانا نسيان أشياء مألوفة مثلا، ما كيف واحد مثلا هذه الحالات المتقدمة نسي مكان رجع لبيته، أو أسماء أقرباء بيعرفون منيح، فهذه علامة خطيرة. هاد كيف؟ فنحن بهذه المرحلة ننظر إلى الأسباب اللي تفضلت وسألت عنها. يعني الأسباب هي متعددة، بس أكثرها هي من نشوفها نقص فيتامينات، خاصة فيتامين دي وفيتامين بي 12، هذول جدا مهمين. في عندك النوم جدا مهم. صح. في الذاكرة أكثر الناس عندهم مشكلة في النوم، إما أرق أو غير نوم عميق. الذاكرة الشورت تيرم ميموري وتتحول اللونج تيرم ميموري تتحول خلال النوم، فإذا ما صار في نوم الأفكار والذكريات تنمحى. الشيء الثاني الأمراض، الغدة الدرقية، بعض الأدوية عناها، خاصة الأدوية المنومة، الأدوية المهدئة، الأدوية الصرع، الدبريشن، حتى المونجارو مؤخرا وجدوا أنه عم يأثر على الذاكرة، بس أنا أظن سببه أنه انقطاع الشهية الشديد، فصار الطعام كتير قليل، صار عنده الإنسان عم يأخذ وجبات كتير خفيفة، بصير التغذية ضعيفة، نقص فيتامينات، فبالتالي أنا رأيي غذائي أكثر، بس شاهدت فزاك يعني هذا انتبه عليه جيدا. طبعا الكحول، المخدرات بسموها ماسحات الذاكرة، هذه الأشياء، فكل هذه الأشياء هي الإنسان لازم ينتبه لها،
خلال حياته. فممكن نحن الطبيب لازم ينظر على كل هذه الأشياء اللي ممكن تسبب مشكلة تخفيف أو ضعف الذاكرة. ممتاز دكتور. لفتني أيضا من خلال الدراسة اللي استعرضناها قبل قليل مسألة الاكتئاب والقلق، إلى أي مدى مسألة القلق اللي يعيشوه الناس بشكل يومي يؤثر على صحة دماغهم وأيضا قوة الذاكرة؟ هلأ الإنسان اللي عنده قلق واكتئاب هو أولا هذا إنسان شوي منعزل، نومه قليل، أكله غير منتظم، قراءاته، رياضاته، كل هذه العوامل بتأثر على الذاكرة. فبالتالي هذه العوامل عم تخلي هذا الإنسان عنده مشكلة بالذاكرة بسبب نقص النوم والتغذية وعدم التركيز، عدم أخذ القرار، كل هذه الأشياء بتخلي الدماغ متشتت. فبالتالي طبعا إذا بعض الأدوية اللي أعطيناهم للاكتئاب كمان ممكن يأثر على الذاكرة أيضا. فهذه الأشياء جدا مهمة حتى نحن نشوفها، حتى نقدر نعالج هذا الإنسان اللي عنده اكتئاب، عنده isolation، حتى نقدر يعني نصل لنتائج متميزة معه. طيب دكتور، من ضمن الأسباب أيضا اللي ذكرت في هذه الدراسة موضوع الإصابة بكوفيد طويل الأمد. نعم. لأي درجة هذه الأعراض أو الأشياء المصاحبة لإصابتنا بكوفيد ممكن تأثر على الذاكرة؟ الكوفيد تعرف إذا أبيديميك وصاب ملايين الناس. وجدنا الناس اللي عندهم إصابات شوي شديدة، اللي صاروا قعدوا بالآي سي يو بالعناية المشددة على المنفسة فترات طويلة، فهذول لقينا صار عندهم إصابات نقص تغذية، نقص تروية للدماغ، عندهم إصابات تجلطات، ممكن يكون عندهم التهاب إنسفالايتس، التهابات فيروسية للدماغ خلال ذاك الفترة. طبعا هذا صار عندهم إصابة وتشوفيو فما رجعوا بطبيعة 100%. فلاحظنا أنه هذا الشيء يعني عم يوجد عند هذه المجموعة من الناس، بسموها brain fog، يعني ضبابية التفكير. فبتلاقي تفكيره غير متزن، يعني غير عميق. وجدنا على فكرة أنه النساء في عندهم مشكلة أكثر من الرجال بهذه المرحلة، يعني عندهم مشكلة في brain fog أكثر من الرجال. وطبعا هو مع الوقت بيتحسن ولا شك بده علاج، وممكن يعني علاجه بشكل ناجع ونافع. ممتاز دكتور. أبغى أختم معك في مسألة الحلول. نعم. اليوم إحنا نعرف أن النوم موضوع مهم وذكرته وكررته، لكن ذكرت مسألة استخدام العقل بطريقة ديناميكية، كيف يكون صح هالشيء؟ يعني لو كمان بس أضيف كمان عبد العزيز، يعني هل في مثلا تمارين أو أشياء إحنا نسويها بشكل يومي عشان نقوي ذاكرتنا أكثر؟ سؤال ممتاز جدا، أنه هذا جدا مهم. هلا نحن لتقوية الذاكرة في عندنا طريقة حديثة حاليا، في طريقة تقليدية. هلا الطريقة الحديثة بنعملها عم نستعمل فيها الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي عم تعمل مثل فاونتن اوف يوث، عم تنشط كل خلايا الجسم بما فيهم الدماغ، بس بنستعمل معه الاكسجين، نعمل فيها الاوزون، بنستعمل الليزر، بنستعمل الناد بلس، كل هدول بروجرام لناس يعني إما عندهم مشاكل أو محاولوا يحافظوا على دماغهم. هذه أحد الشيء في علاج مشاكل الذاكرة. العلاج التقليدي هو أولا الرياضة جدا مهمة. ليش؟ لأنه بتزيد السيركوليشن للدماغ، هذا جدا مهم، لأنه الدماغ يأخذ تغذيته مباشرة minute for minute لأنه ما عنده ريزيرف. فالرياضة بتحسن تروية الدماغ، بتحسن الأوعية الدموية، بصير فيها تحسين للسيركتري ترانسميتر، ونفس الوقت عندنا التغذية الصحيحة. بالنسبة للتمرينات جدا مهم، نسموها نحن البرين اكسرسايز. الإنسان مثل ما ذكرت استعماله للدماغ استعمال للأسف محدود بحياته الروتينية، فلازم يعمل أشياء. مثلا في عنا لعبة لوماسيتي رائعة، أنا دائما بعطيها لمرضاتي، هي تحسن الذاكرة الذهنية، الأوديتوري، الماث، الرؤية. فالإنسان قد ما يقدر يستعمل دماغه بشكل متميز خارج نطاق الروتين قد ما بيكون عنده أحسن. لماذا؟ لأنه صار في شنلات إضافية الدماغ ممكن يستعملها، بس كيف بسموها brain plasticity، يعني عنده ديناميكية في الدماغ. فإذا أصاب شيء معين مثلا عنده ستروك صغير أو صار عنده بلاك، ممكن هذا الشنل تسكرت، الشنلات الثانية بتكون موجودة مفتوحة. فبتلاقي الناس اللي أولا executive
أو أذكياء كتير ما ببين عندهم مشكلة الذاكرة بالسرعة. ليش؟ لأنه عندهم شانلات كتير مفتوحة. فأنا دائما أنصح بهذه الطريقة أنه إنسان يعمل تمرينات بشكل يومي. معلش مرة ثانية اسم اللعبة لوماسيتي قلت؟ لوماسيتي. 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 أوكي خلاص يعني كلنا لازم نحملها ونقعد. لا لا جداً, جدا جميلة وإلها درجات. يعني حتى يعني بتحدد الحال الإنسان نفسه. فرجيك أنت السكور تبعك هيك تطلع بتصير هيك تطلع بتصير هيك بعد الحلقة إن شاء الله لوماسيتي. فأنا يعني أنا أشوف يعني أن الإنسان يقدر يستثمر في دماغه. أنا هلأ عمري 70 سنة على فكرة. الله يعطيك الصحة. يعني ذاكرتي هلأ أحسن من كان عمري 50 سنة. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. بسبب أنه لا شك استعمال الديناميك للدماغ جدا مهم وبعيد عن الروتين. فذلك أنا أطلب من الناس دائما عمرهم ما يتقاعدوا. التقاعد هو تقاعس الدماغ ودخوله في الألزهايمر بشكل سريع. فلازم يبحث عن شيء آخر. أهم شيء يخلي دماغه دائما شغال. أحسنتي هذا أفضل شكرا. شيء شكرا, شكرا دكتور. دكتور هشام الحكيم أخصائي هيئة البورد الأمريكية في الأمراض العصبية. وبالحديث عن الذاكرة هذا اللقاء جدا أثر فينا مستحيل ننساه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم تحياتي.